seminaarkan oo ahaa mid 3 maalmood ka socday xarunta booliska Soomaaliyeed waxana loo furay saraakiil iyo jarnaalo iyo korneelo waxana u furay taliyaha booliska Soomaaliyeed waxana isla markaasi 3 maalmood kadib soo gabagabeeyay taliyaha booliska Soomaaliyeed waxana ku soo gabagabeeyay xarunta taliska booliska Soomaaliyeed ugu dambeyn ayaa waxana la wadaagay hadaladii ka soo baxay jarnaal Cabdullaahi Xasan Roble asigoo arrinkaasi ka hadlayayna waxa uu yiri Soomaaliyeed سمينار كي سعودي مدينة سدح العشاء ها كاسو فريتان كيسي إن إذا لقى يبصرني إن سمينار كاس لفوري نسيب هناك مانت أو تاريخ ده أنكر كسو حسي أيو سوق قبل قبوبي ونحري تليا عينة كبوليس كسومالية هي تليا حجين كبوليس كسومالية رنتي تببر كاسو هو ها وحلقو برنا بنوعها حقوق الإنسان قالوا برناي وعناها إن تببر مر والبم نوعها السيابها إن نوعها لوجت واجبات كاس تاسو أبوليس كسومالي روحك وحس عريني هاي لو رست هذا هي سلاح قال قبل شدة سيدان هري اللي كوش يجي حقوق الإنسان كم مر هري أيام نوعها إلى هيد جديد وواحد سواد جري واي ونوعها إن الله إن كري كرين حسي أشياء مر والبا أقوم تبني آدمك وعقوبة هي أقفك أنت ونولي هاي مر والبا إنه وحكر الصلاة مر والبا محوها هاي أدوك وحكر الصلاة كسوكر دايو إن محوها هاي بني آدم كالله دوره حقوق دي سنة وواجب ديني أنا قينوك عالم كانوا واقو قرين سيدا دراديد وحاماشا سكوكا تسمينار كاس سرياشا سراكيشا سري وقامت مدح ترشيد مدح بنان انتو بنا وحي رسالة اي هالكاس وحيابي اي كلا كل مين وقد بين دونا ندي الله انو فرديادا لقب الله بمعوها قيبها وقامت ان سلقيادا خروقها اي مالكس تقو عيدا كبوليس كسومالية جوه ايا للو ذاك دونا وعانا كسو بحرونتي نتيجوين تربضا وفائدة اوه إن لدى دورست حقوق الإنسان وحي كدن بيا نوع هاي انت أسنى مرك عدي الله إذ مخوص لو دا الجنايو وإذا كم ارتقاء بدونا سيبو الشد إنو نولا نولا قادة عدي الله إنو نحرك كسوبة حماشاس عبد النجيب أو كار ستار تيفي مقالة مقدش.